تالتة إعدادي التست ده على يونت 7، هنبدأ نحل مع بعض. وبيقول لك طبعا أنا بقول مبروك لكل الناجحين وهارد لك لأي حد ما جابش الدرجة اللي هو عايزها، تحديدا في الإنجليزي يعني أو حتى في أي مادة تانية. بالنسبة ل41,000 طالب اللي ما نجحوش في محافظة القاهرة، ربنا سبحانه وتعالى يعديها لهم على خير إن شاء الله بالتوفيق للجميع. مالك أند نهى، مالك ونهى are talking about the trip of أو to وادي الحيتان. ملك ونهى بيكلموا على تريب تو وادي الحيتان، رحلة لوادي الحيتان. Have you heard of وادي الحيتان؟ سمعت عن وادي الحيتان قبل كده؟ هي طالما هتلاقي many ancient fossils are found there يبقى yes I have. اليو بتحول لاي هاف، ايوه سمعت عنه. فهتلاقي هنا سؤال، فهتلاقي it's in Fayum depression يبقى where يعني اين، where وطبعا is it، where is it. شوف السؤال تافه ازاي. Do you think it's good idea؟ هل انت شايفة ان هو good idea to visit، good place to visit، هل هو مكان جميل لزيارة؟ Yes I do. انا اعتقد انه مكان كويس. There will be a school trip، في رحلة المدرسة next mid-year holiday في اجازة نص السنة. We could go together، هنروح مع بعض. How much does it cost؟ It costs 150 pounds، 150 جنيه. اللي فهتقول لها that's not expensive، لا ده مش غالية. في هنا سؤال، فلا no I haven't told my parents about it yet. فهي هتقول لها have you، طالما no I haven't يبقى have you told، هل انت قلت، طبعا ده سؤال في المضارع التام، your parents، هل انت قلت لباباكي ومامتك؟ هتقول لها لا، بس انا هقول لهم وهم هيوافقوا، ما عندهمش مشكله. السؤال اللي بعد كده، we should protect the wild life in Egypt. الوايلد لايف اللي هي الحياه البريه اللي موجوده في مصر. different نقط of plants and animals، plants and animals حيوانات ونباتات او نباتات وحيوانات، species اللي هو المجموعات او الفصائل، معرضين طبعا للانقراض. Are endangered because of man's bad activities، بسبب الأنشطة الوحشة أو المتوحشة للبني آدم. We can encourage more and more، ممكن نشجع أكتر وأكتر التوريستس أو التوريزم. والله أعتقد إن توريستس أحسن عشان هم هيزوروا مصر. To visit Egypt to see these natural places، عشان يزوروا مصر ويشوفوا الأماكن الطبيعية دي. If they are looking after will، لو تم الاعتناء بهم جدا. برضو دي حته مضارع مستمر في الاي ان في المبني للمجهول، حاجه كده اوبا يعني. When was، متى، عندما، the last time you walked down a litter free street، امتى اخر مره مشيت فيها في شارع ما فيهوش زباله. Although millions of pounds are spent on cleaning rubbish every year، على الرغم من ملايين الفلوس اللي بتتصرف على تنظيف الشوارع من الزبالة كل سنة. This alone، تعال نشوف الصفحة الثانية. This alone، هذا وحده، cannot، لا يستطيع ان هو solve the problem، مش هيعرف حل المشكلة. لان طبعا the solution، الحل، lies in our hands، الحل في ايدينا. Dropping litter، رمي الزبالة in the street، في الشارع، must be against the law، لازم يكون عكس القانون او ضد القانون. People who throw litter، الناس اللي بترمي الزبالة in the street should be fined، لازم يتغرموا، لازم يدفعوا فلوس. ده مضارع برضو بسيط في المبني المجهول. Litter isn't only ugly، الزبالة مش وحشة بس، لكن كمان also dangerous، وكمان خطر. Why is there so much litter، ليه في زبالة كتير؟ لأن المستهلكين most consumer أو products، المنتجات المستهلكة are overpacked، كياس كتير اللي هو السنجل ايتم، يعني معظمها بتبقى محطوطة في كياس كتيرة. maybe wrapped in plastic، ومعمولة كلها في البلاستيك، والبلاستيك طبعا صعب ان هو البيئة تهضمه، ما بيتهضمش في البيئة، ما بيدوبش، ما بيسحش، ما كلوش اي حاجة. but in a box wrapped in cell phone، هيحطوها في wrapped in cell phone and then put in a plastic carriage bag، وحطها في ايه، في شنطة بلاستيك برضو. We can solve the problem by recycling
احنا ممكن نحل مشكلة بتدوير البيبر اند بلاستيك بوتلز، الازايز المايه والبلاستيك والورق. نيفر دروب ليتر، وما ينفعش نرمي الزبالة ابدا. كونسيدر ذا سمولست بيس اوف بيبر، احنا لازم نعتبر ان اقل قطعة ورق contributes to the problem، تتعلق بالمشكلة. Avoid buying over packaged items from supermarket، وما ينفعش ان احنا نشتري الاوفر باكجد اللي هي الاكياس الضخمة من السوبر ماركت. And take your own carrier bags، شيل بس الشنطة بتاعتك. You could also organize day trips، ممكن كمان تعمل رحلات يومية ليه every للوكال كونتري سايد، الاماكن اللي هي الريفية والشواطئ بيتشز في الهولداي، تو بيك اب رابش، عشان تلم الزبالة. if everyone makes themselves responsible، لو كل واحد عمل نفسه مسؤول. of maintaining high standards، عشان يحافظ على العناصر القياسية للcleanliness للنظافة القصوى in their area، the problem may be solved، ساعتها المشكلة أكيد إن شاء الله هتتحل. كلام سليم. the main idea of the message، الفكرة الرئيسية اللي هو we all are responsible for solving the problem of litter، كلنا مسؤولين عن حل مشكلة الزبالة. after reading the passage، بعد ما تقرأ القطعة يا ابني، we see that two words rubbish and litter، في كلمتين اللي هي الزبالة والزبالة برضو، are طبعا الاثنين synonym، الاثنين اخوات مش عكس بعض، ومش مش لواحق ومش سوابق. الكنتربيوتد، كلمة كنتربيوتد ممكن تتشال وتتحط ل انه contributed يعني تساهم، ده فعل، وcontributor اللي هو المساهم او اللي هو ايه يعني مشارك في الموضوع. السؤال الثالث، ده السؤال اللي تتحل اوريدي. السؤال الرابع، بعد قراءة القطعة، do you think، هل انت تعتقد ان انت ممكن تحل مشكلة in the future؟ yes I think it will be solved، it will be solved، هتتحل. summarize the last paragraph of the passage in your own words، هو كلمة واحدة بس، لما اجي الخص البراغراف الاخير، كلنا مسؤولون عن حل مشكلة الزبالة. we are all responsible كلنا مسؤولين for solving عشان نحل the problem of litter. حلوة والنبي يا مس، النبي شاطر يا مس، نسيني دي أمر. السؤال الأخير بيقول لك if you are asked، لو أنت تسألت to suggest a way to solve the problem of litter what will you say، لو أنت حد سألك على حل المشكلة دي هتحلها إزاي؟ في رأيي it is in recycling، عارفين كلمة recycling دي هي حل المشكلة، إعادة تدوير كل شيء يستطيع أن يحل لنا المشكلة دي، لأن ساعتها الحاجة هتبقى بتجيب فلوس. recycling the rubbish، لما الحاجة تجيب فلوس، لما الزبالة تجيب فلوس الناس مش هترميها، الناس هتبدأ إن هي تقدم الزبالة دي عشان يعمل لها recycling. it is in recycling the rubbish، لو إحنا عملنا إعادة تدوير للزبالة كل حاجة في الزبالة عزكم الله هتكون لها فايدة، وبالتالي الناس مش ترميها لأنها فيها فلوس، الناس هتكسب. is something that people travel in that pulled by a horse، الحاجة اللي الناس بتسافر بيها وبتتشد أو بتتجر من خلال الحصانة، الكاريج اللي هي العربية بتاعت الحصان اللي بيسموها حنطور. means unable to understand something clearly، حاجة انت مش فاهمها كويس، بس يعني ايه ممكن تخش دماغك، اللي هي confused اللي هو متلخبط. he took 3 hours to get to his house، خد 3 ساعات عشان يخش بيته.
It's remote. His house is remote. بيته بعيد. To form the noun of the verb deforest. Deforestation. اهي. اللي هو التصحر. He doesn't like to share others. He enjoys being alone. ما بيحبش يشارك الناس عشان كده هو بيحب يبقى alone لوحده. Ice covers the land in polar habitats. The word habitat. Habitat يعني home. يعني بيت. يعني بيئة. يعني مكان الحيوان بيعيش فيه. يلا بينا. طبعا الكلمة اللي هي بتبقى فيها غلطة دي كلها على المضارع البسيط المبني للمجهول. حبيبي the room الغرفة اتنظفت is cleaned بس ده في السر ده يبقى was cleaned. football play لا are is played بتتلعب. انا ليه اخترت از عشان everyday happy. تمام everyday دي من علامات المضارع البسيط. هو was تاج محل built مش build built اهي المبني للمجهول بيبقى المضارع بيبقى اللي هو التصريف الثالث دايما verb to be زائد التصريف الثالث. glass اللي هو الازاز وده بياخد الاز عشان ده مفرد. made التصريف الثالث اهو verb to be زائد التصريف الثالث. does homework done طالما تصريف ثالث. by her yesterday طبعا yesterday يبقى was. تمام was the homework done هل الواجب اتعمل بواسطتها؟ yes. طبعا الباراجراف موجود في صندوق الوصف وعندكم قائمة باراجرافات كاملة يعني انا عاملاه لوحده. اخر صفحة والفيديو بيخلص. يلا بينا. احمد اند عمر ار توكين اباوت deforestation. احمد وعمر بيتكلموا على الصحر التصحر. هل عمر وات ار يو دوينج ناو انت بتعمل ايه يا عمر؟ قال له ام ريدينج بوك اباوت deforestation انا بقرا كتاب عن التصحر. فقال له هنا ساله سؤال deforestation مين يبقى وات داز ات او ذات مين بتعني ايه معناها ايه. ات دي ضمير الديفورستيشن. قال له معناها ان هي that there are fewer trees in rainforests اللي هو كمية الشجر بيبقى أقل في الصحاري. تمام فقال له هنا ايه فقال له it's dangerous. is it dangerous for the environment? yes it is. yes it is وهيقوله ليه عشان هي بتدمر الحيوانات حبايبي طبعا اللي بياكلوا الحاجات دي كلها. ask your friend اسأل صاحبك اسأله على ايه. ask your friend about the natural wonder in of Egypt هتسأله على what do you know. what do you know about ماذا تعرف عن. natural wonder in Egypt you are asked انت تسألت about the way to the supermarket turn right it's on the left. دايما انت لو خدت بالك يعني ان لما بتيجي تسأل واحد على حاجة يقول لك شمال في مين وفي الاخر انت بتتوه يعني. تمام the importance of rainforest والله ده برضو من البراجرافات. انا الحقيقة لو كنت بحسب نفسي لميت كل البراجرافات الواحدة التاسعة في فيديو سابق بس واضح ان هي السابعة قصدي بس البراجراف ده انا ما عملتوش قبل كده ف هنعمله بس الحقيقة مش في 6 sentence لا حرام انا عايز اعمله بكمية حلوة. يلا بنحل الاختياري وان شاء الله ده هنعمل له باراجراف لوحده فيديو لوحده. playing all the time is a big نقط of your life ده هيكون خسارة كبيرة في حياتك لانك بتلعب طول الوقت. امازون نو ارتكل امازون زي نسرين كده ما هنعمل بايه بالارتكل يا ابني ما هو اصلا اسم علم ما بيتحطلوش لا اه ولا ان ولا ده ولا اي حاجة مني. five year boy ولد عنده 5 سنين طبعا year هنا صفة.
there is only one. طبعا عشان صفة ما حطلاش is، يعني للصفة لا تجمع. There is only one not of this animal. Only species. مجموعة أو فصيلة. They plant their crops. بيبنوا الحقول المحاصيل بتاعتهم في البانك of the river. على ضفة النهر. يبقى أنا كده فاضل لي باراجراف هعمله إن شاء الله قريبا، اللي هو الـ importance of rainforests. ويلا.